باشمهندس، وظيفة المعارضة في مصر هي المعارضة. أنا كمعارض كان سواء في الصحافة أو في كل دول العالم وكل الديمقراطيات وقعت الدول الديمقراطية، هي بتنتقد أداء سواء الحكومات أو رئيس الجمهورية، لأن هي دي شغلتي. أنا مش شغلتي اللي أنا كمعارض اللي أنا أقول له الله ينور. أنا بقى شغلة المعارضة في مصر إن هي تظهر السلبيات وتحطها وتقول له هي دي السلبيات، ومش شغلتي. مش هتكلم انت بتتكلم في نطاق الحركات. انا مش شغلتي ان انا اقول له الحل، هو مطالب ان هو يوجد لي الحل. مش معنى كده ان انا عاطل مع باطل اللي انا انتقده، ولكن انا كشغلتي كمعارض ان انا انتقد واظهر السلبيات في الحكومات. نشكر الناشط السياسي استاذ صفوان محمد. اول واحد جندي طالب رابعه ميكانيكا، انا عضو في اسره الميدان، عندنا طلاب حزب الدستور. النهارده كان عندنا ايفنت، كان عندنا حفله اليوم كله كان فيها سياسه وغنى وشعر ومسرح، يعني الحمد لله يعني بدات تعجب الطلبه. تمام، عرفني على الايفنت ده، ايه اللي حصل فيه النهارده؟ الفكره ان احنا عملنا اسره جديده في الكليه، احنا عملنا كليه الهندسه. احنا عملنا حفل بمناسبه تاسيس الاسره. تمام، واتفقنا مع الطلبه زمايلنا ان هم يجوا، كل واحد عنده موهبه يقدر يقدمها. كان في مؤتمر طلابي للطلاب الاشتراكيين الثوريين وطلاب الاخوان وطلاب مصر الهويه، كانوا بيتكلموا عن اللائحه ومشاكل الطلبه في الكليه، وكان في زي مناظره كده. كان معانا كمان الناشط السياسي عضو حزب الدستور صفوان محمد، اتكلم مع الطلبه عن اللي بيحصل في البلد وهم سالوه وبس. يعني هو ده اليوم كله. يعني ايه الايجابيات اللي شفتها النهارده من الحفله ديت؟ انا اهم حاجه شفتها ان احنا لقيت اهتمام في الكليه بالسياسه، يعني في الجامعه ناس مهتمه بالسياسه. لما الاستاذ صفوان طلع يتكلم انا كنت خايف ان ما يكونش في ناس كتير تقف كده، لا في ناس كتير وقفت، في ناس كتير فعلت معايا وسالوه اسئله وكانوا بيردوا على بعض. في كمان المؤتمر الطلابي ده كان حاجه جامده جدا، الطلاب يعني بيقولوا وجهات نظر عكس بعض وضد بعض، في ناس مع ده وفي ناس مع ده، بقى في يعني زي صوت للجامعه في السياسه. والطلبه ليها مطالب في الكليه، عايزه لائحه، عايزه انشطه، يعني بدات تطالب بيها. ربنا سهل ان شاء الله ونقدر نوصل ده لاكبر عدد من الطلبه. تمام، طيب رد فعل اداره الكليه؟ هي اداره الكليه يعني هم طلعوا لنا التصاريح، يعني مش عايز اقول لك ان هم كانوا مساعديننا قوي، يعني هم برضو يعني في حاجات ساعدونا فيها وفي حاجات ما ساعدوناش فيها، كان في برضو بعض الاعاقات وكده، بس احنا يعني عملنا اللي نقدر عليه في حدود الامكانيات اللي جوانا، برضو يعني ما كناش عايزين لسه نصطدم مع الدوره يعني. تمام، شكرا. مين اللي زعلان؟
اللي من غير